مباراة عمان والصين في تصفية آسيا مولاي كأس العالم قطر 2022 في الجولة العاشرة والأخيرة. لكي تشاهد المباراة ما عليك فضل الضغط بزر لايك والاشتراك بالقناة، وشكرا لكم. ملعب المستضيف للمباراة ملعب سلطان قبوس سبورتيف كومبليكس. أما بالنسبة لجوقة المباراة سوف يكون كالتالي: في تمام الساعة السادسة بتوقيت عمان وقطر والسعودية والإمارات، والساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، والساعة الرابعة بيكون من توقيت الجزائر والمغرب وتونس. أما بالنسبة للقنوات النقلية للمباراة قناة SS سبورت SD7 الناقل الحصري للمباراة بتعليق فادريبي. نتمنى لكم فرجة ممتعة، ولا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل خاصية الجرس على الكل لكي يصلك دائما مواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة، ونضرب لكم مواعيد في المواعيد المقبلة.